وللمزيد حول تفاصيل الملتقى ينضم إلينا موفد نبيل نالوت محمد العجمي. محمد، بداية ضعنا في كواليس اجتماعات ملتقى المصالحة في نالوت وأيضا تفاصيل تأجيل يوم الغد. أهلا بك عدنان. طبعا اليوم كان من المفترض أن يبدأ الملتقى البداية يعني الفعلية لهذا اليوم، والافتتاح يكون بعد صلاة الجمعة مباشرة، ولكن ربما حدث بعض الخلاف أو ربما يعني أشياء بسيطة ما بين الحضور هنا ليتم تأجيل وافتتاح الملتقى الافتتاح الرسمي يوم غد بحول الله تعالى. طبعا كان من المفترض أن تكون هنالك اجتماعات متفرقة عن الصراع السياسي بالتحديد، يعني فيما يتعلق بأنصار النظام السابق، فيما يتعلق بالمهاجرين والنازحين، فيما يتعلق بالاتفاق السياسي اتفاق الصخيرات كذلك، يعني تقريب وجهات النظر ما بين كافة أفراد الشعب الليبي. الحضور هنا يعني هو من مختلف الأطياف ومتفرق الأطياف الليبية، هنا يعني ممثلين عن أفراد النظام السابق أحمد عون وكذلك أحنيش، وهؤلاء ضباط يعني من النظام السابق، وأيضا هنا ممثلين عن المنطقة الشرقية وعن المنطقة الغربية والجنوبية، ولعل يعني بعض هذه الأمور سيوضحها لنا الحاج محمد المغربي رئيس مجلس حكماء ليبيا. أهلا بك حاج محمد. أهلا بك سيد الكريم. حاج محمد، يعني بين لنا الهدف من هذا الملتقى وما حدث اليوم بالتفصيل في هذا الملتقى وما الذي سيحدث غدا بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحييكم وأشكركم وأتمنى لكم التوفيق. اليوم نحن في مدينة نالوت التي أعلن عن مبدأ المصالحة الوطنية ما بين الليبيين. اليوم جمعة زي ما أنت عارف، وهذه اليوم هو شعائر من شعائر المسلمين، وبالتالي حقيقة يعني ما كانش من المفروض أن يتم اليوم اللقاء، كان يتم في يوم خاط يوم الجمعة، لكن استغلوا يوم 16 باعتباره هو الذكرى لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، وبالتالي تباركوا بهذه الذكرى الطيبة العطرة ليتم افتتاح هذا الملتقى. ولكن تم تأجيل هذا الملتقى لغاية غدا. ما سبب التأجيل؟ سيد الكريم، هو أولا زي ما قلت لك أن هذا اليوم هو يوم عطلة ويوم شعائر من شعائر المسلمين، إلى جانب أن بعض ما تم في اللجنة التحضيرية وما قدم للنقاش لم يتفق عليه بعد، وبالتالي وجل هذا الموضوع لغاية غدا بإذن الله تعالى ليتم الافتتاح رسميا، وبالتالي غدا ستبدأ أعمال هذا الملتقى اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكن له التوفيق وأن يلم شمل الليبيين. ونحن في هذا المقام الطيب وفي هذا البيت المبارك لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير لأهل نالوت على ما قاموا به من استقبال ومن كرم ضيافة ومن عناية لأبناء عمومتهم أبناء ليبيا الحبيبة التي كلنا نسعى لأن تكون وحدة واحدة بإذن الله تعالى. أشكرك الحاج محمد المغربي رئيس مجلس حكماء ليبيا. طبعا كما أسلفت ذكرا سابقا أن هذا الملتقى هو برعاية مجلس أعيان ليبيا وليس مجلس حكماء ليبيا. كان معي الحاج محمد رئيس مجلس حكماء ليبيا، والآن سيكون معي الحاج سالم مادي نائب رئيس مجلس أعيان ليبيا الذي يرعى هذا الملتقى والذي عمل عليه. أهلا بك حاج علي. سالم. حاج سالم، أهلا بك. سلمك المبارك فيك. هل كان توضح لنا يعني سبب تأجيل ربما بعض الأمور من اليوم إلى الغد وما الذي سيحدث يوم غد بحول الله بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ليك ومن خلالكم إلى المشاهدين الكرام مشاهدين قناة النبأ. هذا اليوم كان مقرر بعد صلاة الجمعة ووجبة الغداء أن يتم الافتتاح في هذا المساء، ولكن نظرا ربما لترتيبات اللقاء في إطار البرنامج المعد ربما يعني في حاجة إلى تعديل وإلى أخذ رأي بعض الإخوة الذين قدموا إلى هذا الموقع، يعتبر يعني تأجيل طبيعي وليس يعني ليس. طيب حاج سالم، يعني ما سبب اختياركم لأن يكون الملتقى داخل مسجد وليس في قاعات عامة؟
هي فرضت علينا يوم الجمعة، هي صلاة الجمعة. احنا كنا طبعا سنتوجه باعتبار احنا نؤدي صلاة الجمعة، سنتوجه الى المسجد. فهذا هو، لو كان اللقاء مثلا تم يوم الخميس او يوم السبت ما كان الامر بهذا الشكل يكون في القاعة يعني. نعم، أشكرك الحاج سالم نائب رئيس مجلس أعيان ليبيا الذي يرعى الملتقى الوطني للمصالحة الوطنية في نالوت، والذي هو تحت شعار نتسامح نتصالح من أجل بناء وطن واحد. طبعا هنا كما أسلفت ذكرا في بعض المداخلات حدثت يعني في الكواليس بعض الخلافات، يعني من الطبيعي جدا انها تحدث عدنان، هذه الخلافات في مثل هذه الملتقيات التي تجمع يعني اطياف كبيره جدا جدا واعداد هائله جدا جدا من الليبيين ومختلف الاطياف. ربما انني شاهدت اليوم اول ملتقى يعني بحسب اين تمحورت الخلافات وما هي اسباب الخلافات بشكل دقيق؟ طبعا من الطبيعي ان اليوم الملتقى هو داخل مسجد، ومن غير المعقول ان يتم يعني بحسب ما قالوا المشرفين على الملتقى تشغيل النشيد الوطني داخل المسجد، اذا انه يوم جمعه ولا تدعو مع الله الها اخر. ولكن بعض الموجودين يعني كوفد رئيس اتحاد اسر الشهداء والمفقودين يعني استاء من عدم تشغيل النشيد الوطني ورؤيه العلم الوطني، فانسحب من الملتقى من المسجد، ولكنه الان بحسب المعلومات التي لدي باق في نالوت واكل وجبه الغداء تناولها في احد بيوت نالوت، وربما سيعود غدا بعد التسويه وفي افتتاح الملتقى الرسمي. اعود بك يعني الى احد الضيوف معي هنا، عضو مجلس اعيان ليبيا المهندس علي مهلهل. انا بك يا سيد علي. السلام عليكم، شكرا لقناتكم الموقر على هذا اللقاء. طبعا علي مهلهل رئيس مجلس الشورى الحوامد وعضو مجلس باعتبارك رئيس مجلس الشورى الحوامد يعني القريب من منطقة نالوت، لابد وانك يعني ساهمت في التحضير لهذا الملتقى، يعني من استدعيتم بالتحديد في هذا الملتقى؟ طبعا انا عضو اللجنه التحضيريه لهذا الملتقى، وتم الاستدعاء طبعا لكل اطياف الشعب الليبي بدون استثناء، لكل نحن نقول الاخوه الفرقاء بدون اي استثناء، والحمد لله في هذا اليوم وهو كان يوم الجمعه المبارك توج هذا الاجتماع بالحضور بحضور كل بعض الاطراف، وعولنا كثيرا على حضورهم وعلى مناقشاتهم التي حدثت في هذا اليوم المبارك. نعم، إذا أشكرك ضيفي علي مهلهل عضو مجلس أعيان ليبيا ورئيس شورى مجلس الحوامد. نعم، أعود إليك عدنان مجددا، هذه هي الأجواء هنا وهذه هي الكواليس، ننتظر ما سيأتي به من جديد الساعات القادمة بحول الله تعالى، ربما تأتي بجديد وإن لم تأتي هذه الساعات القادمة بجديد سيأتي يوم غد بجديد في افتتاح الرسمي لهذا الملتقى. أود أن أشير إلى أن الآن هنالك اجتماع